رب العالمين. العقول تلقح بعضها بعض. آمين. الله يجزاك خير. نعم. القصة جتني اليوم بعد صلاة التراويح. نعم. وأنا إن شاء الله الله يعينني إني أستحضرها لأنها حلوة فيها معاني جميلة. نعم. هذا دكتور قلب في مصر اسمه الدكتور رامي إسماعيل. يقول رمضان أنا مشتي أزور يعني المدينة المنورة. ليش؟ قال أنا عندي أخويا اللي اتصلت عليه قلت وينك فيه؟ قال أنا الحين طالع للمدينة المنورة. يقول قلت الله يوعدني. يقول خوي الثاني قال أنا في المدينة المنورة. يقول دقيت على 3 أو 4 من أخويا كلهم في المدينة المنورة، حنا في العشر الأواخر. يقول جاء في بالي إني بس يبغى لها فيزا ويبغى لها يعني فيزا سياحة ولا عمرة ولا هذا، وأنا ما بعد ولا في حسابي إلا 6000 جنيه، وتذكرة المدينة المنورة أقل تذكرة خصوصا في العشر الأواخر 8000 وفوق، هذا ما كانت درجة بعد أولى ما تلقى الحجز منتهي. يقول وأنا أفكر بيني وبين نفسي وداعي الرب إن الله يوعدني أزور المدينة المنورة، يقول يكلمني خوي لي من المدينة المنورة شيخ. ما شاء الله. كيف حالك يا دكتور رامي؟ قلت بخير. قال إزيك؟ قلت أنت وينك فيه؟ قال حنا باقي ساعة على الإفطار. قلت الله يرزقني الصلاة معكم الليلة على التراويح. ما شاء الله. يقول له على طول كذا؟ قال تعال. يقول له يقول لي تعال. قلت شلون اجي؟ بهالبساطة. يقول قال بهالبساطة. قال لي تعال ما بيش. قال انا بيني وبينك البحر الاحمر. وشلون اجي؟ قال يا رجال احجز وتعال. قال يا اخي دكتور صعبة جدا. قال انت ما تعرف ان الله قادر على كل شيء؟ قال لا. قال تؤمن انه قادر؟ قلت ايه. قال ما تؤمن انه بيجيبك الان؟ تصدق ولا ما تصدق؟ يقول يوم خمني بهالسؤال هاللحظه يجيبني عندك؟ قلت والله ما وصلت الى المرحله من الايمان انه يجيبني عندك اصلي التراويح معك وانا في مصر وانت في السعوديه، لا عندي فيزا ولا عندي فلوس. قال اجل اذا صار عندك ايمان بقدره الله كلمني. الله اكبر. عبد القادر مو هو براضي مو هو متاكد ان القادر بيجيبه. شو يقول؟ قال لي بالحرف الواحد. العبد عبد القادر مو مؤمن ان القادر يقدر يجيبه يصلي معنا التراويح. قلت طيب عطني الاسباب، انا مؤمن ان القادر يقدر يجيبني. يقول انا ظنيت ان الاسباب يقول راجع السفاره وراجع مدري ايش بيعطيني اسامي وعناوين ناس تفزع لي اني اجي. قال اول شيء اكثر من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. يقول فقلت والثانيه؟ قال الثانيه كم معك؟ قلت والله ما معي الا 6000 جنيه. قال تصدق. يقول انا الحين ادور دراهم يجيبني هذا تصدق. قال واذا سويت هالامور ان شاء الله ان الله قادر. والله وبالله يقولها للدكاتره وانا شايف الموضوع هذا كامل. انا شايف الشاهد في الكلام. يقول اني يقول سكرت الخط قعدت اصلي على الرسول اللهم صل وسلم. انا ساكن عند امي، انا عند امي في المهندسين وبيتي في زايد يسمونها منطقه زايد. يقول قلت لامي تعرفين احد محتاج؟ قالت ايه جارتنا الفلانية محتاجة. يقول ودق عليها وحولها عن طريق فودافون 3000 جنيه، نص الفلوس. ما شاء الله بارك. يقول وانا اركب سيارتي من المهندسين رايح للشيخ زايد، بيتي انا في الشيخ زايد، واكثر من الصلاة على الرسول اكثر الصلاة. يقول يوم جيت واصلي ركعتين. يقول يوم انتهيت ويقول التلفون، يقول وادخل على جوجل واكتب فلاينج بين القاهرة الى المدينة. قالوا ويقولون لي في عرض اليوم الرحله اليوم بعد 3 ساعات ب3000 جنيه. انا ما معي الا 3000 جنيه. يقول وادخل احجزها. قالوا لا ما دامك انت في نفس اليوم ما يمديك. يقول واسكر ضاق صدري. يقول شوي اللي يجيني اتصال. هذا الاتصال من واحد امه مريضه. قال يا دكتور رامي انا امي كذا وكذا وهذا وضعها وش نعطيها؟ قال قلت شو المؤشرات؟ قال مؤشرات 1 2 3 اتوقع هو نفس المريض مو امه. قال المؤشرات 1 2 3. يقول اعطيه بعض المعلومات وهذا. يقول سمعت عنده صوت. قلت هالصوت اللي عندك وين فيه؟ قال انا شغال في المطار النيل للطيران. قلت تعال انا داخل الان وفي تذكره في حجز ابغى حجز من القاهره على المدينه وب 3000 جنيه. قال سو صوره وارسلها لي بالواتساب. يقول ما ارسلتها بنفس. قال على حسابي تذكرتك تعال اطلع تقدر تجينا الحين. قال لي يقول واخذ شنطتي واحط فيها اللي اقدر واطلع للمطار. فيزا اسوء ها؟ والفيزا تجيك السالفه. يقول وين جيت المطار؟ ما معي فيزا ولا شيء. هو الان بالتذكره. يقول انا ايقنت ان الله قادر خلاص. يقول انا ساتعلق امري بالله ما تعلق امري عقب كلام الشيخ. يقول واطلع للمطار واجي عنده. يقول لهم اعطيني التذكره وامسك سراي واجي عند الجوازات. قال وين الفيزا؟ انت جاي تبع شركه؟ قلت لا. قال عندك فيزا؟ قلت لا. قال تبع عمره؟ قلت لا. يقول كل ما قال لي
قلت بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال هو يدخل للمدير حقه ويجي المدير. قال أنت بتشتغل إيش؟ قلت أنا دكتور طبيب قلب. قالوا بتروح بدون فيزا؟ طيب أنت سبق ورحت لبريطانيا ولا شيء؟ قال إيه أنا دارس بريطانيا وعندي فيزا على بريطانيا. قال الحكومة السعودية مصدر أمر اللي داخل الحكومة على بريطانيا ولا أوروبا يسمح له بالزيارة ويفيز له في مطار المدينة المنورة. تعال طقوني يقول واطلع على الطيارة. آخر من ركب الطيارة أنا. ما بدت القصة القصة يقول واركب الطيارة واسوي فيسبوك واصور نفسي اخواني انا مفطر معاهم ما بيني ولا عندي بالشيطان طاري. يقول وانزل لا ما هو الشيطان هذا راح للحياة. يقول وعندي الله يكرمك جزاك الله خير ذكرتني. يقول وانا اصور نفسي في الطيارة القاهرة المدينة. يقول انزلها على صفحتي في الفيسبوك. يقول انت رايح المدينة مدينة الشروق؟ قلت لا المدينة المنورة. قالوا معنى تتمنى؟ قال الله جابها. يقول يوم وصلت المطار وانزل ما معي ما ترى أنا اللي دفعت التذكرة رفضت إني أدفع 3000 جنيه ما معي شيء معي فيزا ويمكن أستخدم. يوم نزلت الدكتور رامي إسماعيل الله يحييك يقول لوحة باسمي الدكتور رامي إسماعيل. قلت أنا الدكتور رامي إسماعيل. يقول له أهلا يا دكتور ويخمخمني. واحد اسمه بدر الحربي انت ايش عرف فيني؟ قال انت عالجت امي قبل 3 سنوات ودخلت على صفحتك في الفيسبوك وشفتك مصور انك جاي هذا وعرفت الرحله وطلعت لك الحين وحجزت لك فندق جنب الحرم. والله يا اخوان يقول وانا ميت جوع ومشتي الكبسه السعوديه. يقول اركب معه باقي على صلاه التراويح والعشاء حوالي نص ساعه. يقول هو يحط رجله. قلت قبل ما اقول له انا مشتهي الكبسه بيني وبين نفسي. يقول يحول لي على ذاك الكبسه محل مثلوثه. يقول حط لي كبسه سعوديه. كل امر اشتهيته صار لي. يقول واكل. قلت احنا تاخرنا. يقول اكل بسرعه. قال ما عليك. يقول يوم وصلنا عند الحرم قال هذا فندق وشنطه دخلها في السياره خلنا ننزل للحرم. قلت ما انا ملاقين برا. قال لا امش. يقول امسك يدي اثره من الشرطه لي في المسجد الحرام. هو هذا يقول يدخلني لين الروضه. يقول وصلي العشاء وصلي التراويح مع الشيخ. يقول وانا اجلس افكر في هالقادر العظيم اللي حقق لي امنيتي وعرفت ان الاسباب ما تتعلق بالناس تتعلق بالله. متى ما ايقنت ان الله سبحان الله يحقق لك ما بيحقق لك. الله عظيم. ارتبط بالله سبحانه وتعالى في كل امورك. لا تاخذها من الخلق خذها من الله سبحانه وتعالى. دين زواج أمور صعبة تمر عليك ربي بيحققها لك. الله كريم سبحانه وتعالى. يقول الدكتور أيقنت أني من أسباب يبقى عند الخلق الله اللي رتبها سبحانه وتعالى. يقول وكأن الله سبحانه وتعالى يثبت لي أني بروح عشان يكسر عيني أني ما تعلقت فيه سبحانه وتعالى. وأني أقول القصة للجميع ليتعلقوا بالقادر لا ما يتعلقون بالمخلوق. أسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصة وجزاك الله يجزاك خير. هذه معجزة أبو عبد العزيز. والله سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على تحقيق المعجزات. دائما أقول إن رب العالمين يحقق المعجزات لأني أنا تحقق لي معجزات ما في أمل ولا فيه 0% ولا هي أصلا لا أمنية وأستحي إني أصير يعني أخليها أمنية وتحققت لي معجزات كله بالتعلق بالله والإيمان التام أن رب العالمين بيسوي هالحاجة. لذلك أغلب الناس اللي ينذرون النذور ويكبرون النذر